المنقوشة. الحنين لأيام الطفولة، أيام اللعب والضحك والبراءة. منشتاق لكل الذكريات والأيام السعيدة يلي مرت بلمح البصر. لا تتركنا حيرانين بين الحاضر بمتغيراته والماضي بذكرياته الجميلة. ويمكن من أحلى الذكريات يلي مرت علينا هي الأيام يلي مضيناها بتصفح القصص والمجلات ونحن عم نحاول نكتشف ونعرف معلومات جديدة، وكنا نتسابق لنحل الأحجيات اللي كانت بالمجلات، وكمان قسم التعارف على الأصدقاء، حتى محاولة كتابة التقارير وإرسالها على البريد كان يطير عقلنا وقت نشوف هاي التقارير منشورة مع أسماءنا ضمن صفحات واحدة من المجلات. منتذكر من هاي المجلات كتير، من عند دليب المغرب للولو طبوش وسميرة المصرية ولمجلات تانية رسمت ملامح تفكيرنا وغرست مجموعة من المبادئ والأخلاقيات جوا عقولنا. مجلة ماجد. مجلة ماجد واحدة من المجلات الناجحة والمنتشرة كتير بالوطن العربي، بتتميز بأنها بتشجع القراء على المساهمة بالتحرير، وتم إصدارها لأول مرة سنة 1979 عن شركة أبو ظبي للإعلام، ولساتها مستمرة ليومنا هاد، وهي مجلة أسبوعية للأطفال من سن 7 ل 14 سنة مخصصة للولاد وللبنات. مجلة ماجد من الأهم بالمنطقة العربية والأكثر انتشاراً، وصل انتشارها لفوق 175,000 نسخة أسبوعياً. بالزمانات كان كل الأطفال يحبوا كل أو بعض الشخصيات من موزة ورشود وكسلان وغيرهم، بس كان الكل أكيد بيدوروا على شخصية اسمها فضولي ويلي كانت دائماً تتخبى بين الصفحات. مجلة العربي الصغير. وهدف المجلة هو خلق جيل بيسعى لتحقيق التقدم لوطنه وبيتمسك بهويته، وكانت مثل مجلة ماجد تسمح للقراء بإرسال مساهمات ونشرها، وكانت تعمل فرحة قلوب الصغار وقت ما كانوا يجيبوها. ومين منا ما بعت صورة مع المشاركات ليشوفوها بآخر كم صفحة؟ وكمان من ذكريات البراءة مجلة أسامة. مجلة أسامة مجلة سورية للأطفال بتصدر بدمشق عن وزارة الثقافة السورية، صدر العدد الأول منها بتاريخ 1 شباط سنة 1969، وهي متخصصة بكل شيء بيتعلق بالطفل وتنميته وثقافته وكمان لليافعين، وبتنتشر اليوم المجلة بكل المحافظات السورية، ولساتها ليومنا هاد بتبدع أفكار ثقافية حلوة. من أحلى أقسام المجلة هي الأقسام يلي بتحكي عن شخصيات سورية بس بطريقة كرتونية. زمن القراءة الجميل راح، بس هذا الزمن كمان فيه يكون زمن قراءة جميل، لأنه الكثير من هاي المجلات موجود لليوم، وفي مجلات كمان كتير عم تطلع، ومثل ما بيقول المثل العلم بالصغر كالنقش على الحجر، لهيك زرع عادة القراءة عند الأطفال بالصغر رح تساهم باستمرار هي العادة عندهم كل حياتهم. وإذا كنا منفتش على إنشاء جيل قارئ وإله علاقة منيحة بالقراءة والكتب، فالبداية لابد أنه تكون من مجلات الأطفال يلي ولو إنها كانت قليلة بالعالم العربي إلا إنها بتمثل مصادر مهمة لتثقيف الأطفال وتسليتهم بنفس الوقت. المنقوشة.